صفقة كبرى بتهز سوق الذهب. أكبر منجم في مصر هيقلب موازين المنافسة في العالم. يا ترى مصر هتستفيد إيه من الصفقة دي؟ وإنتاجها من المعدن الأصفر هيتأثر ولا لأ؟ كل ده وأكتر هتعرفه في الفيديو ده، فكمل معايا للآخر. شركة أنجلو جولد أشانتي الجنوب أفريقية عملت واحدة من أهم الصفقات في تاريخها. إمبراطورية التعدين استحوذت على شركة سنتامين اللي بتشغل المنجم السكري، وده في صفقة بقيمة 2.5 مليار دولار عشان تسيطر على واحد من أكبر مناجم الذهب في العالم. مصر بقى علاقتها إيه بالصفقة دي؟ هقول لك أنا. الشركة جنوب أفريقية هتضخ استثمارات جديدة في منجم السكري، والنتيجة حجم الإنتاج السنوي هيزيد حوالي 450 ألف أونصة، ومعاها رصيد مصري كمان من الذهب هيزيد، والكسبان الأكبر هيكون احتياطي النقد الأجنبي اللي وصل في نهاية أغسطس اللي فات ل 10.262 مليار دولار. ورغم شهرة المنجم على مستوى العالم إلا إن كتير مننا ما يعرفش تاريخه. الحكاية بدأت سنة 2005، مصر اكتشفت أحد كنوزها المدفونة في صحراء النوبة، المنجم على مساحة 160 كيلومتر، وخلال الفترة من مارس 2010 لفبراير 23 وصل إنتاج المنجم ل 5.2 مليون أوقية، وده بقى إيرادات تقدر ب 7.5 مليار دولار، وده على حسب بيان وزارة البترول والثروة المعدنية.